السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب اسمه أرض جوفاء، كتاب بيتكلم عن الهندسة المعمارية للكيان بقلم إيال وزرمان، وده مواطن يحمل جنسية الكيان. عايز ايه أكتر من كده؟ لكن هو الراجل عنده إنصاف، يعني كتاب من أول صفحات فيه إنصاف. شفت فيديو سريع كده لإيال وزرمان بيتكلم فيه ان هو كان شاف اثار، فبيقول لهم الاثار دي ايه؟ فقال له اثار بيزنطيه. قال لهم ايه ده، هو البيزنطيين والرومان كانوا بيبنوا مساجد؟ انتوا بتقولوا ايه يعني؟ دي مساجد. هم بيحاولوا ينفوا ان في وجود للمسلمين والعرب قبل 1948، فبيقول لهم ما دي باينه مساجد، دي طراز عربي اسلامي موجود هنا. الكتاب جميل يعني، أدعوكم لقراءته. يعني حتى بص كده على المحتويات، العناوين الفصول هتشدك إن أنت تقراه. دي خريطة المستوطنات في الضفة الغربية. طبعا لو تأملتها هتعرف إن هم يعني إيه محاصرين، وفي أسوار صعبة جدا. الموضوع صعب جدا ان انت تخرج من بيتك لشغلك او تروح من مكان لمكان، فيعني هم محجمين الموضوع وقافلين عليه، عكس غزة. ابو غزة عامل حصار ليها يعني شديد جدا، لدرجة ان يعني مفيش حاجة تدخل. يعني كان في شاحنات راحة كتير، لو في واحدة فيهم بس شوية ابر، فقال لك معدات طبية الناس بتموت، فقال لك الحقن دي ممكن تتسيح وتتحول لحتة حديد. تتحول كلها لقد ايه؟ تحول حاجة مثلا 100 جرام. منعوا كل الشاحنات، مش بس رفضوا الحقن، لا كل الشاحنات اترفضت. فالموضوع احنا مش حاسين بيه، فبس لازم نقرأ ولازم نفهم ولازم نعرف ان هنا هو بيختار طبعا الاماكن اللي فوق الجبال، بحيث ان هو يبقى مراقب اللي حواليه، ومداخل البيوت اللي هي على الاطراف بتبقى كلها البر، بحيث ان هو يبقى شايف ومراقب كل حاجة. طيب هو بقى بيتكلم على التراخيص، بيقول لك ان هما الكيان بيحاول يدعي ان هو محايد وان هو بيدي تراخيص، لكن هو طبعا اي حد من الجنسيات تحته بيديهم التراخيص على طول. طيب سنة 1949 في بعض المستوطنين قدموا شكوى ان الاستقبال سيء، يعني بالتليفون المحمول الاشاره فيها ضعيفه في النقطه دي. هما بيلفوا يعني، هو سايق العربيه في نقطه معينه الارسال ايه بيقطع كده ثواني، تمام. فشركه اورانج تمام المزوده لخدمات الهاتف المحمول انشات هواي لاستقبال الاشاره تمام فوق التله، عشان تبقى موقع محتمل عشان يحطوا سريه الهواي. فالمستوطنين بيقولوا ان دي على دي فيها اثار. هما كده لما بيلاقوا حته كده معينه يقول لك ده دي كان فيها قصه معينه او حاجه زي كده. في اماكن كتيره جدا هم حاليا بيقول لك ان احداث التوراه كلها وسيدنا موسى والحاجات دي كلها حصلت في مكه، تمام. قريت كتب هما كاتبينها كده، وللاسف اللي كاتبها ناس عرب، وكلهم واخدين كلامهم من واحد المسيحي اللبناني كان اللي مشرف على رسالة تحت، واحد صهيوني. يعني قريت الكتب وقعدت اشوف الناس دي جابت الكلام ده منين، فوصلت لصليب. صليب دوت كان اللي مشرف على رسالة الدكتوراه بتاعته صهيوني، وكان بيوجهه ان الاحداث ما كانتش في مصر ولا في العراق، ده كلها كانت بين الصفا والمروه، كل احداث التوراه وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى والحاجات دي كلها، لانهم عايزين يحطوا يقول لك ايه ده ممكن المدينه بتوعنا ناخدهم. هما دلوقتي بيقول لك اليوم تبعنا، الحته دي كلها هي دي الاحداث بتاعتنا. كل شويه يكذبوا ويالفوا كذبه، زي الهيكل تحت مسجد الاقصى لازم نشيله. طب جبتوا الكلام ده منين؟ هما بيحطوا بعض الافتراضات ويبداوا ان هما يبنوا قصص عليها. فاتنين شابين من المستوطنين اقاموا في هناك. طيب نشوف بقى الملكيه بتاعت الاراضي اللي مزارعين فلسطينيين كانوا هما بيزرعوا فيها، بس هما عايزين يحطوا بقى الإقامة الهوائية، بس لازم يبقى في مسألة أمن ولازم نحميها.
استجابة لطلب تقدم به شركة أورانج ربطت شركة الكهرباء الإسرائيلية التلة بشبكة التغذية الكهربائية، وربطتها بشبكة شركة المياه الوطنية بنظام التروية المائي. دفع التأخير في تنصيب البرج المستوطنين اللي تنصيب هوائي مزيف، يعني عملوا شكل كده، مع حيازتهم إذن من الجيش تعيين حارس خاص للموقع على مدار الساعة. خلاص المنطقة دي مبقاش تبعت الفلسطينيين. وبعد كده راح وضع سياق الحارس، راح وبعد كده جاب زوجته، وبعد كده جاب أولاده، وبعد كده بدأ يحط 5 عائلات بقوا موجودين، وأصبح فيه مستوطنة. مستوطنة ليه؟ عشان في الإشارة كانت ضعيفة في الحتة دي. طب الأرض دي بتاعت فلسطينيين عايشين بقالهم مئات السنين؟ لا مفيش. وبعد كده بدأوا يجمعوا فلوس عشان يبنوا كنيسة يهودي في المكان دوت، ويمحوا أي أثر لوجود أي فلسطينيين. وأصبحت المستوطنة مؤلفة من 160 فرد تقريبا، فأرض مش أرضهم. فالكتاب لسه مبدأش، الكتاب بس إيه يعني، دي المقدمة. بيقولك الهوائي أصبح مركز كثافة محلية، وبدأ المكان يزيد، وبدأ الناس كلها تبقى موجودة فيه، وأصبح ده جزء خلاص لازم يحط بقى حراسة وكل حاجة. وطبعا الشبكات الخلوية دي بتعمل دعم للجيش وللعمل بتاعهم. ده شكل البقرة، وبعد كده بقى المستوطنة كلها موجودة حواليه. وبعد كده من خلاله أكتر من بقرة بقت موجودة، وأكتر من مستوطنة بقت موجودة حواليها. بس من خلال بس إيه، إن السيجنال في الإشارة كانت ضعيفة في منطقة معينة. فإن شاء الله كده نتمنى إن احنا نقرأ الكتاب مع بعض، ونتمنى إن احنا نفهم أكتر الوضع عامل إزاي.